السلام عليكم الغزالات ديالي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون الامور ديالكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم جولة خفيفة، غادي نعطيكم واحد اللمحة من محل رائع جدا اللي هو الاسم ديالو دار التوب، متواجد بمدينة تمارة. هنا حطيت لكم الرقم ديال صاحب المحل اللي هو الاسم ديالو رشيد. هنا راني درت لكم تخفيضات رشيد، الرقم ديالو 0610 52 58 98. عنده اثواب رائعة جدا، رخيصة في الثمن ولكن عالية الجودة. كيديروا لي بروموسيون اللي هما التخفيضات، وكيديروا كذلك هنايا اثمنة جد جد مناسبة، وحتى التعامل ديالهم جد رائع وراقي. نتمنى انكم زوروا هذا المحل هذا، واللي بغى اي استفسار يتصل بالرقم هنايا اللي حطيت لكم على طول الفيديو، اللي هو غادي نعاود نذكر 0610 52 58 98. ونخليكم مع صاحب المحل يشرح لكم اكثر، وكذلك غنخليكم في الاخير مع جولة من المحل. مرحبا، عندنا المطروز وعندنا الرومي، زمان مناسب، زمان مزيان. مرحبا. هانتوما البنات، هنا عندهم تواب زوينين بزاف ورخاص، ما كيطلبوش الثمن بزاف، وكيستاهلوا الثمن اكثر من داك الثمن اللي كيطلبوا. كيديروا لي بروموسيون، كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. غنوريكم الطلامط. هذا المطروس، ها هما، غادي نشرح لكم اكثر. دايره 180 درهم هذاك ديالو، ديك الفوقانيه ياك، 180 درهم. المطروس الاماراتي، ها انتوما، هذا المطروس الاماراتي داير 180 درهم. هاو كاين في الكلونة وبالصم الحر وليزيستراس في لي بايات ياك، لا في ليزيستراس البيج، البيج بالموزونة تا هو 180 درهم. عندنا المطروز عاوتاني 150 درهم، هاهو الخضر ملكي، هذا 150 درهم. عندنا الريدو 90 درهم، الريدو ديال تركيا الترومية، زوين هاد الريدوات، فيهم الوريضة وفيهم الحجيرات، دايرة 110 دراهم. نشوف ريدو الفراشة، ها هو كيجي كله مشبك، هاد الريدو حتى هو زوين. صافي، هذاك بحال الاخر ديال الصم. كاين هذاك المطروز او ثاني ياك، هذاك مبرا تركيا، حتى هي دايره 70 درهم، مبرا ديال تركيا برومي بس خلي الحر. كاين هادو اللي مطروزين حتى هما زوينين، هادو اللي هنايا، هذاك رومي 40 درهم، يقولوا لي الرومي ديال الشجره. وكاين هاد الرومي هذا، كاين هادو اللي سامبل، كاين الاثواب زوينين بزاف، وحتى الثمن ديالهم راه مناسب جدا جدا. ان شاء الله غادي نحط لكم لاكارت فيزيت، وغادي نحط لكم كل شيء فين كاين المحل. Thank you.
Thank you.